صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 57 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم 59 لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى. جاء فيه أنه يضاف إلى المادة الأولى من الأمر الملكي رقم 59 لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى ببند جديد برقم 3 نصه الآتي: ألا يكون منتميا لأي جمعية سياسية.